عندهم. طيب هنروح لموضوع تاني ونشوف تقرير من بيت السحيمي عن الفرق الشعبية المختلفة اللي بتقدم عروض باستخدام الآلات الشعبية. بنتفاعل مع الجمهور عشان شهر رمضان فيه الخير وفيه العباده بتاعت ربنا، لازم احنا نخلينا في الانشاد الديني بتاعي عشان خاطر كل الناس تعرف ان احنا بنقول ونسوي ايه. بس ادي المشوار كله، واحنا فرقه النيل اساسا، يعني الفرقه دي من زمان، من ايام هو الرئيس عبد الرحمن الشافعي هو اللي كون الفرقه دي كلها، كون فرقه الانشاد وكونهم كلهم، هي فرقه واحده كلها. بس ايه عملهم ايه، كل شعبه جمعهم من سماء فرقه النيل، جمعهم منين؟ من النيل، من الجنوب للشمال، يعني جابهم من الجنوب، من عندنا، من اول النوبه، من اسوان لغايه عندنا الصعيد، وطلع من بحر لغايه لما جابوا ايه الدلتا كلنا. بوصل صوتي من خلال اللي غنوا بيه، فالجمهور بتفاعل وبيسال الاغنيه دي بتقول عن ايه، بيحكي عن ايه، تعبيرات الرقصه، تعبيرات اللبس، فبيحكي فبينبهر باللبس، بالعمه، بالاكسسوارات بتاعت الست اللي هي لابساه، فبيسال ده جايبين من فين، ده بيتفصل ده ولا بيتعمل فين او كده. وفي بعض الناس بياخد الجليب دوت بيروح بيسال وبيجيب الجليب، الطواقي بيجيبها، الاكسسوارات بتاعت الست برضو بيسال ده بيتصنع فين، بيتعمل فين، عايزين زيه. يعني حتى لما بنسافر بره الناس بتنبهر بالحاجات دي، الناس كل ما بتزيد وعرفت، والوقت اللي احنا متاخر فيه بيسال فرقه النوبه بتجيش ليه، فبقى لنا جمهور بيسال علينا في اي مكان بنعرض، بنعمل بصمه حاجه جديده بالنسبه له، بيشد الانتباه، بيعرف عن النوبه، كان بيسمع بس ما كانش بيشوف، فالنهارده بيسمع وبيشوف، تبادل ثقافي. انا جربت حاجه زي كده بس من زمان، وكنت فاكره ان الحاجات دي ما بقتش موجوده، ف ده كويس ان الحاجات دي لسه موجوده، يعني في بندات وحاجات طالعه جديده، شايفه ان هي بتلغي الحاجات القديمه اللي هي الاحسن، يعني فرق الانشاد وفرق النوبه والتنوره دي حاجات قديمه، وغير كده كمان بتدي روح اكتر، يعني بتدي بهجه اكتر. يعني عرض الطبله ده انا بحبه، بحس ان هو بيدي حماس كده، يعني انا انفعلت معاهم جدا. عرض التنوره حلو قوي، بتاع النوبه كويس جدا، انا بحب الحاجات اللي هي الحاجات القديمه. يوم جميل جدا، واحنا فعلا كلنا محتاجين الحاجات ديت، ان هي بتفكرنا باصلنا، ان هو بغض النظر انت منين فين كذا، كل واحد فينا لازم يرجع لاصله ويشوف البلد ديت عامله ازاي، والحاجات دي زي كده لما حد بره بيشوفها يعني بتعكس احنا ايه بالظبط. يعني ده بغض النظر عن المشاكل اللي بتحصل والكلام دوت، دي حاجه كويسه جدا ان هو يعني بتجذب ناس من بره. بس وانا فعلا انبسطت بالحاجات دي، انا اصلا كان اول مره اشوف الحاجات دي، يعني بالنسبه لي انا يعني النوبيين والفرق الرقص والكلام ده، ورقص الانشاد الديني والكلام، تنوره والكلام ده، انا يعني انبسطت جدا ان انا شفت الحاجات ديت، وباذن الله هاجي تاني والتالت والرابع يعني.